بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك حبيبي يا رسول الله، صلاة تكون سببا في الرضا عنا من الله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة وسلم أزكى سلام على أسعد وأكمل وأجمل مخلوقاتك حبيبك ونبيك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فها نحن أيها الأحبة الأكارم نواصل لقاءنا في هذه الليلة الميمونة المباركة من ليالي شهر شعبان المبارك، نواصل فيها الجلوس والتأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذاك أننا بين يديه أي بين يدي أقواله عليه الصلاة والسلام، فأقواله تمثل شخصه، أقوال النبي عليه الصلاة والسلام تمثل شخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذاك من خلال قراءتنا صحيح أبي عبد الله البخاري كما تتابعون. وقد كنت أقرأ مع حضراتكم في اللقاء الماضي حتى وصلنا عند هذا الحديث الذي يحمل رقم 80 من أحاديث صحيح البخاري. يعني الحديث رقم كام يا أخوانا؟ 80 ولا 79؟ 79. يعني الليلة نحن مع الحديث رقم 80. لكن أريد أن أسأل الحاضرين جميعا سؤالا، وأرجوكم فكروا معي في الإجابة عليه قبل أن نواصل هذا اللقاء وهذا الدرس، فإن هذا السؤال هو مفتاح هذا اللقاء. يعني هذا السؤال مفتاح هذه الليلة. هذا السؤال إيه؟ مفتاح الليلة دي سؤال، مفتاح الليلة دي يا سيدنا سؤال، نريد أن نفكر فيه سويا. أجيبوني أيها الأحباب، كلما تخيل الإنسان وفتح لخياله العنان يجيب على هذا التساؤل، ما هي نتيجة الخلل؟ نتيجة الخلل، خلل يحدث في نظام الأسرة، ما تكون النتيجة؟ خلل يحدث في النظام الاجتماعي، ما تكون النتيجة؟ خلل يحدث في النظام الاقتصادي، ما تكون النتيجة؟ هذه أسئلة كلها تدور في فكرة واحدة، ماذا إذا وقع الخلل؟ ماذا إذا وقع الخلل؟ طبعا لا أخفيكم سرا وأنتم جميعا تدركون هذا ربما أكثر مني، أن الخلل وقع قديما ويزداد الخلل اتساعا على الراقع في واقعنا المعاصر، وما زال الخلل مستمرا. أين الخلل؟ أين هذا الخلل الذي أريد أن أشير إليه؟ هذا ينطلق من الحديث الذي قرأناه المرة اللي فاتت، قرأناه الإيه؟ المرة اللي فاتت، إن حضرة النبي بيقول لنا كده: الهدي الذي جئت به، العلم الذي جئت به مثل الغيث الذي نزل على أرض فوجد هذه الأرض على كم صنف. الله أكبر، تفكرينه؟ وجدها على كم صنف يا أحبابي؟ على 3 أصناف، فوجد منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذه نفعها الله بما تعلمت، وأيضا كانت سببا في نفع مين؟ في نفع الآخرين. هنا موجود خلل ولا لا يوجد خلل؟ الآن لا يوجد خلل، صحيح؟ الأصل أن يأتي العلم إلى المسلمين فيتفاعلوا معه، الأصل أن يسمع الإنسان قال الله قال رسول الله، فيكون أول الناس انصياعا واتباعا لما يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم ولما يأتيه الأمر من الله سبحانه وتعالى، صح ولا إيه؟ فإذا لما جاء الغيث والهدي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حدث أن طائفة من الناس استقبلت هذا العلم، تفاعلت معه، عملت به، نفعها الله بما علمت ونفعت الآخرين. هل يوجد خلل؟ لا يوجد خلل. طيب، قال: وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي إيش؟ أجاجب، أمسكت الماء، أمسكت الماء. لما أمسكت الماء استفادت ولا لم تستفد؟ لم تستفد، لأنها لم تعمل بما علمت. يعني تعلم بس إيه؟ بس ما عملش بما علم، ما عملش بما علم. ويا جماعة، القاعدة الكبيرة والتي يقولها العلماء قديما وحديثا: ينادي العلم على العمل. مين بينده على مين؟ العلم بينده على مين؟ على العمل. فإن أجابه وإلا ارتحل. تاني، ينادي العلم على العمل، ينادي العلم على العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني إيه؟ يعني العلم ينادي على العمل، إذا جاء العمل مع العلم يحصل إيه؟
يتفاعل ويعيش والعلم يستمر في الدنيا وربنا ينفع المسلمين وما يبقاش فيه مشاكل اللي احنا بنسمع عنها النهاردة وامبارح وبكرة وبعده. طيب فإن لم يجب العمل العلم ماذا يحدث للعلم؟ يرتحل ويمشي وخلاص. حتى قال أيضا مما أثر من كلام النبوة قديما: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هو عنده شوية علم قليلين بس بيعمل ايه؟ بيعمل بيهم، يوم ربنا يورثه العلوم التي لم يتعلم. إلى الآن حدث خلل ولا لم يحدث؟ الخلل بدأ يحدث في الطائفة الثالثة، لأن الطائفة رقم واحد اسمها الايه؟ النقية، والطائفة الثانية اسمها الايش؟ أجادب، على أقل تقدير حافظة الايه؟ العلم، والعلم موجود الحمد لله ونقدر نرق تمام. أما الطائفة الثالثة فبداية الخلل، بداية الايه؟ ايه بقى الخلل؟ قال: وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا هي اتعلمت ولا هي استفادت ولا هي أفادت حد. فأين يذهب العلم حينها يا سادة؟ السؤال يا شباب يا سادة يا كرام، هل هذا بداية الخلل؟ هذا خلل ده ولا مش خلل؟ هنا يبدأ الخلل ويستمر. فكأن الإمام البخاري يا أحبابي قال: إن زادت هذه الشريحة في المجتمعات، يعني تقول له رسول الله قال، تقول له ربنا قال، تقول له الشرع بيقول كيت وكيت وكيت، يا أخي بالله عليك اوعى تبقى من الغافلين. يعني مثلا كنا بنقول الجمعة اللي فاتت: ما أقبح الغفلة، صح انت كنت قاعد، ها؟ ما أقبح الايه؟ الغفلة. واللي غافل ده بينام طول الليل، ما يصحاش إلا على الفجر، بس ما يصحاش إلا على الفجر، يسمع أذان الفجر يصحى يتوضى ويجي يصلي في جماعة، وصلى هو أصلا العشاء في جماعة ونام طول الليل لغاية إيه؟ لغاية أذان الفجر. ده من الغافلين، والله العظيم أنت بتهزر بقى ولا إيه؟ والله العظيم ده من الإيه يا ريس؟ من الغافلين. صلى العشاء في جماعة ونام طوال الليل يا عم أحمد، وصحي راح لحق الفجر في جماعة، ده من الإيه؟ من الغافلين. ده اسمه إيه يا إخوانا؟ من الغافلين. طيب الذي صلى الفجر في جماعة ونام إلى التاسعة ولم يصلي إلا بعد شروق الشمس، هذا من الأموات، هذا ليس من الغافلين، هذا من الأموات قولا واحدا. يعني إيه من الأموات؟ يعني ما بتنفسش؟ لا، من الأموات مع الله. من الأموات مع مين؟ مع الله. طب ليه اللي بيصلي الفجر في جماعة من الغافلين؟ لأنه غفل عن أفضل لحظات الليل وهي الثلث الأخير من الليل. يا جماعة ما أقبح الإيه؟ الغفلة. الناس تأثرت جدا بالكلام، الكلام ده كان عد عليه قد ايه لما كنا بنقوله؟ عد عليه كم يوم؟ امبارح بس، مش امبارح السبت، ولا انا تهت ولا ايه؟ ما تقولوا معايا، مش امبارح السبت واول امبارح الجمعة، ها؟ تفاعل الناس جدا، وجاءني اناس يقولون: والله وجعت قلبنا، والله ما هنكون من الغافلين، والله النهاردة الحد، حصل ايه؟ ولا حاجة. كل سنة وحضرتك بصحة وسلامة، ويعود علينا وعليك الأيام بخير، ونجهز بقى لرمضان بقى ايه يا اخوانا؟ اهو كأنها لا تمسك ماء ولا تنبت كلأن، مش ده الصنف اللي شغال اليومين دول؟ ها؟ فكأن البخاري قال لك: انا بحذر، انا ايه يا جماعة؟ أحذر الناس جميعا. اذا ازداد وانتشر هذا الصنف الثالث، اللي هو ايه الصنف الثالث دوت؟ لا تمسك ماء ولا تنبت، لا يحفظ ولا يعمل ولا يفيد غيره، لا هو عرف ولا عمل بما عرف ولا أفاد غيره، لا ولا حاجة. لو الصنف ده زاد يحصل ايه؟ قال الإمام البخاري بلسان حاله وهو يكتب الحديث رقم كام اللي جاي، رقم كام؟ قال: إن زاد، كأنه أراد أن يقول: إن زادت هذه الطائفة الثالثة فانتظر الساعة. انتظر ايه يا ريس؟ قيام القيامة. فراح جاب لنا حديث عن أنس بن مالك: إن من أشراط الساعة، قال لك إذا حدث هذا الخلل انتظروا خمس حاجات هتحصل. كم حاجة يا أخوانا؟ أنا هقول لحضراتكم الخمس حاجات دول، وكل ما هنقول واحدة من الخمسة قولوا لي الحاجة دي حصلت ولا لسه. حصلت؟ حصلت كده هو من قبل ما نقول ده، أنت يا أخي بيع القضية خالص أنت ولا إيه؟ لا 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 لا. أما مجلس كهذا يدل على أن الخير في هذه الأمة ما زال موجودا وسيظل موجود بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تفاعل الناس بما يسمعون، إذا تفاعل الناس إيه؟ يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم طرأ على رؤوس الأشهاد من أصحابه صلى الله عليه وسلم: أمن يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، تفاعل مع الآية في الحال،
قال له بقول لك يا سيدنا النبي. قال له مالك؟ قال له الجنينة اللي جنب الجامع دي كلها في سبيل الله تصدقت بها، أقرضتها ربي. عملت إيه؟ أقرضتها ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم في الجنة من عزق فواح لأبي الدحداح. لأنه عمل إيه مع الآية يا أخوانا؟ تفاعل. القصد أن السماع فقط هو المقصود ولا السماع والتفاعل؟ فإن لم يحدث لا سماع ولا تفاعل، لا سماع ولا، يبقى انتظر نتيجة متكونة من كم نقطة؟ من خمس نقاط. من خمس نقاط. والحقيقة أن الإمام البخاري جاء بحديثين متتاليين، يعني 80 وكم؟ 81، بيتكلموا عن كم حاجة؟ عن خمس حاجات. الخمس حاجات دول يحدثوا في مجتمع الناس نتيجة إيه؟ نتيجة الخلل، نتيجة انتشار الطائفة رقم كم؟ 3. أول ما يتفاعل في الجمعة، والله يا أخي الدمعة فرت من عيني، يقول لي كده والله الدمعة فرت من عيني يا عم والله. وتاني أول ما يطلع من الجامع بس تقول له هو كان بيقول إيه امبارح؟ كان بيقول الساعة من كل سنة وحضرتك بخير. صح يا إخوانا ولا بكلم غلط؟ ما تصلوا على النبي كده. طبعا ده الغالب، طبعا ده إيه؟ الغالب. ولكن هذا لا ينفي أن هناك أفراد وأن الخير في الأمة موجود، وأنه بإذن الله سبحانه وتعالى ما زال الأمل منعقد، وأن الله يرحم الأمة ما فيها من الغلاء والوباء والتعب. ما تصلوا على الحبيب. كم حاجة تحصل لو حصل الخلل؟ 5. قال الإمام البخاري حدثنا وساق الحديث بسنده إلى سيدنا أنس بن مالك. إلى سيدنا مين؟ أنس بن مالك. أصله راح قال إيه؟ باب رفع العلم وظهور الجهل. رفع إيه؟ العلم وإيه؟ وظهور الجهل. أول نتيجة مباشرة لازدياد الفئة الثالثة التي لا تقبل ماء ولا تنبت كلاء، يرفع الإيه؟ العلم. يبقى الباب اللي معانا ده اسمه باب رفع العلم وإيه؟ وظهور الجهل. يحصل كم حاجة يا إخوانا لو حصل الحكاية ديت؟ 5 حاجات. جابها الإمام البخاري في كم حديث؟ في حديثين. الحاجة الأولانية أن يرفع العلم، ما دام محدش بيحفظه ولا بيعمل بيه هيحصل له إيه؟ هيمشي ولا هيستنى؟ أدي أول واحدة. طيب النتيجة المباشرة لرفع العلم أن يظهر الجهل. الجهل بإيه؟ الجهل بإيه وإحنا في زمن التكنولوجيا وفي زمن الإنترنت وفي زمن النانو تكنولوجي وفي زمن ما أعرفش؟ جهل بإيه؟ الجهل بالعلم الذي يربط القلب بالله. هذا هو المقصود، ليس المقصود التكنولوجي ولا الاختراعات الحديثة، لا، ده احنا في زمن العلم أصلا دلوقتي، يقول لك ده زمن الايه؟ العلم. لكن العلم الذي سيرفع هو العلم الذي يربط القلب بالله خشية منه سبحانه وتعالى. كم حاجة تحصل يا اخواننا لما يبرز الخلل؟ 1 يرفع العلم، 2 يثبت الجهل، 3 يشرب الخمر، 4 يظهر الزنا، 5 تكثر النساء وتقل الرجال، حتى لا يبقى 50 امرأة إلا القيم الواحد. يعني نسبة الرجال للنساء كم لكم؟ من 1 لـ50. ليه؟ استنى بس، مش هنروح ليه دي على طول دلوقتي، لأن دي آخر حاجة في الكام؟ في 5. دول الأربعة دول وردوا في الحديث الأول، وجي في الحديث الثاني راح سيدنا أنس بن مالك قال إيه؟ شوف سيدنا أنس قال إيه؟ وبيروي سيدنا الإمام البخاري لغاية سيدنا أنس، سيدنا أنس بن مالك يقول إيه؟ لأحدثنكم عن رسول الله حديثا، اسمع، لأحدثنكم عن رسول الله حديثا لا يحدثكم به أحد بعدي. يعني خد بالك قوي وانتبه قوي. ليه أنس بن مالك بيقول كده؟ لأن أنس بن مالك عاش سنين طويلة بعد رسول الله، وكان أنس بن مالك هو آخر واحد مات من الصحابة في البصرة، وما فيش حد من الصحابة موجود حافظ الحديث ده إلا مين؟ إلا أنس. قال لهم لو أنا مت ما حدش هيقول لكم قال رسول الله، ما فيش، لأنه ما حدش حاضر من اللي حضر كلام سيدنا النبي إلا مين؟ إلا أنا. قال لهم كده: إذا إن من أشراط الساعة، إيه من أشراط الساعة؟ أشراط الساعة يعني إيه؟ من علامات الساعة، أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا، وإيه كمان؟ ويقل الرجال وتكثر النساء، حتى لا يبقى 50 امرأة إلا القيم الواحد. أنا بسأل بقى واحدة واحدة كده، وتعالي كده بهدوء عشان ما نطولش عليكم، ووحدوا الله، هل رفع العلم أم لم يرفع؟
اختلف العلماء ابتدى في رفعه ولا رفع وخلصنا؟ ما رفع لم يرفع؟ رفع لم يرفع؟ قال النبي إن هذا من أشراط الإيه؟ يعني يا أخوان يعني ارتقبوا هذه الحالة. وأجمل ما قيل في هذا كلام واحد من أولياء الله الصالحين يقول: لا تنظر لشرائح المجتمع هل رفع منها العلم أو لا، وانظر إلى قلبك هل رفع العلم منه أو لا. صح ولا مش صح؟ هو ده المقصود. مش المقصود هو في علم في الدنيا؟ طب الدنيا مليانة علم وأنا لا أعرف عن الله ولا شيء ولا أخشى الله في معاملة، يبقى رفع العلم منين؟ من قلبك أنت. هذا هو الخطر يا سادة. يعني الواحد يعمل إيه يا مولانا؟ يعني يرتقب حالة الخشية في قلبه. هل الخشية من الله موجودة ولا بدأت تخف شيئا فشيئا؟ فإن بدأ هذا الأمر يخف في القلب شيئا فشيئا فاعلم أن هذا علامة على قيام الإيه؟ أي ساعة؟ لا مش القيامة، ساعة نفسه، لأنه من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد إيه؟ قامت قيامته. يبقى هذا واحد من أهم اللقطات العلمية في هذه النقطة، أن يرفع العلم. يعني من فين؟ من القلب. أن يرفع العلم اللي هو العلم اللي هو النانو تكنولوجي والتكنولوجيا الحديثة وكذا؟ لا، أن يرفع العلم اللي هو أنه علم، إنه العلم الذي يعلم القلب خشية الله سبحانه. لذلك قال له الحسن البصري: أنت عالمنا، أنت عالمنا. من الحسن البصري ده يا أخوانا؟ الحسن البصري الإمام الكبير سيد التابعين الحسن البصري. قالوا له: أنت إيه؟ عالمنا. فقال لهم: ويحكم، وهل رأيتم عالما قط؟ قالوا له: أيوة أنت. قال لهم: أبدا والله، إنما العالم الذي يخشى الله. قال: ليس العلم، قال: حدثنا. إنما العلم الخشية. إنما العلم إيه؟ يعني أنا دلوقتي قيعان ولا أجادب ولا نقية؟ لو أنت حضرتك القلب مليء بخشية الله فاعلم أنك ما زلت نقية، لأن العلم المقصود يحافظ عليه هو علم الإيه؟ هو علم الخشية. إنما العلم يا أخوانا خاف من ربنا. أنا ما أقدرش أقدم على شيء يغضب الله، ما ينفعش أقدم على شيء إيه؟ يغضب الله. طب بالله عليكم، أليس إذا رفع العلم ثبت الجهل؟ مش كده بطبيعة الحال؟ صح، رفع العلم يثبت إيه على طول؟ فلماذا قال النبي إذا رفع العلم ثبت وثبت الجهل؟ لماذا قال وثبوت الجهل من علامات الساعة؟ مع أنه بطبيعة كده بالمنطق، إذا رفع النهار إيه اللي يجي؟ وإذا رفع الليل إيه اللي يجي؟ طب أنا محتاج أقول إذا رفع النهار جاء الليل؟ هل محتاج ده؟ طب ليه النبي عمل كده؟ يعني إيه الرسالة اللي عايز يوصلها لنا؟ قال: لأنه إذا رفع الليل جاء النهار، وإذا رفع النهار جاء الإيه؟ جاء الليل. لكن إذا جاء الليل فنحن ننتظر بعده نهار ولا ما ننتظرش بعده نهار؟ لكن الذي يثبت ولا تنتظر بعده علما هو ده ثبت الجهل. يعني الليل يبقى إيه؟ الليل يبقى مستمر ما فيش نهار بعد أصلا. ليه؟ لأن الناس يستمرئون الجهل. يعني يستمرئون الجهل يا أخوانا يرضوا به، وكمان لا يعتبر نفسه جاهلا، وكمان لا يبحث عن سبيل يتعلم ليرفع الجهل منه. اصلا هو مش معترف ان هو ايه؟ ان هو جاهل. عشان كده الجهل حصل له ايه؟ ثبت. لانه لو اعترف الجاهل انه جاهل يعمل ايه؟ اي يروح يتعلم. لكن هو جاهل ويظن انه اعلم الناس، ولا مش بيظن، ده هو متاكد ان هو ايه؟ اعلم واحد عرف ربنا، خلاص اعلم واحد عرفته البشريه، ومش هروح ولا اسمع ولا اتعلم. ولو قعدت عشان اتعلم ولقيتك كده لا انا سبك مش هتعلم انا، يبقى العلم حصل له الجهل. صح، حصل له ايه؟ كيف يثبت الجاهل اذا لم يعترف الجاهل انه جاهل؟ لان الناس انواع يا مشايخ، ودي كلمه اسيره قالها العلماء قديما. قالوا الناس كم نوع؟ اربعه ولا خمسه؟ فاكر انت الحكايه ديت؟ اربعه، انت حافظها؟ ايه هي بقى الاربعة دول؟ الناس انواع. واحد ايه؟ لا يدري ويدري انه لا يدري. ايه ده يعني؟ ده الكلام ده يعني ايه؟ يعني مش عارف وعارف ان هو معترف ان هو ايه؟ ناقصه حبة دروس كده يتعلمها. واحد يدري ويدري انه لا يدري. يعني يا جماعة يعني معترف. قال: ذلكم الجاهل فعلموه، لانه معترف ان هو مش ايه؟
مش لا يدري مش عارف يا والله عايز اتعلم خلاص ده كويس او ده كده على مية مية كده ده الجهل عنده سيثبت ولا سيتغير ده ما مش هيثبت ابدا هيتغير بس سيدنا النبي ما بيتكلمش عن ده بيتكلم عن مين حضرة النبي يثبت الجهل يثبت الجهل قال له يدري ولا يدري ويدري انه لا يدري ده واحد اهو الثاني بقى ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري يعني هو مش عارف ومش عارف ان هو ذلكم الفاسق فاجتنبوه لان تكلمه يقول لك انا ابو العريف انا ايه فيش حاجه انا مش عارفها انا عارف كل الكفت انا عارف مين اللي فحت البحر عارف اللي فحت النيل مين بقى اللي فحت النيل ده بالظبط زي اللي بنى مصر كان في الاصل ايه هو بالضبط كده هو عارف كل حاجه مفيش حاجه هو مش عارفها وبعدين قال لك هو كان حلواني بس الله يكرمه ولا الله يرحمه زود السكر شويه يعني انت واخد بالك فخلاها معسله جامد يعني هو حلواني بس عمل ايه زود السكر حبتين يعني الله يرحمه بقى يعني نعمل ايه هو غلط يعني نعمل ايه يعني انت واخد بالك يبقى واحد لا يدري ها ويدري انه ده ماله ده تقول له بقول لك ايه ايه رايك في الموضوع يقول لك والله تعالى نروح نسال المتخصصين ده ممتاز ده والتاني يا جماعه لا يدري ولا يدري انه ده ماله ده كل سنه وحضرتك بخير وصحه وسلامه الثالث رجل يدري ويدري انه يدري ذلكم العالم فاتبعوه هو عارف وعارف ان هو ده ايه ده نروح وراه في اي حته عشان هو يدري ويدري انه كم صنف كده ثلاثه الاولاني مين لا يدري ويدري انه لا يدري الثاني مين لا يدري ولا يدري انه والثالث مين يدري ويدري انه وانه يدري انه يدري والرابع رجل لا يدري ويدري انه لا يدري ها ايوه يدري ويدري انه لا يدري يعمل ايه دوت على طول يروح يقول له تعالى علمني وانا عايز اتعلم والقصه كده يا جماعه نتيجه الخلل يحصل كم حاجه يرفع العلم وتاني حاجه يثبت الجهل لغايه دلوقتي احنا متفقين التالته بقى اللي هي قعدت تهرش في دماغي كده طب ايه ده لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث الزنا لا ما قالش ويحدث الزنا قال ايه يا عم عبد المطلب ويظهر يا باي يظهر وجعتني قوي 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 لان امر الزنا قائم على الستر قال يا رسول الله رايت رجلا يزني فقال هلا سترته كنت غطيته لان هذا الامر مبني على الستر فان ظهر فضل حاجه لا يبدو لا ينتظر الناس من الدنيا خيرا لا تنتظر منها خيرا لأن ظهور الزنا على رؤوس الأشهاد ليس إلا فعل الكلاب هذا مش كلامي ده كلام أهل العلم ليس إلا فعل مين مين اللي ما بيستحيش ويقع على زوجته في الشارع فمن الذي لا يستحي ويقع على امرأته على شاشات الفضائيات أمام 50 ولا 100 مليون إنسان هكذا كلمة وقعت قلبي قوي لا مش يظهر مش يحدث الزنا قال ايه يظهر يعني ماشي هو ومخفي دي حاجة بين الانسان وبين مين بين ربنا ما حدش يقدر يقول له انت دي حاجة الله سبحانه وتعالى ايه يغفرها ما دام لم يعرفها احد لذلك قام امر الزنا يا سادة على كم شهود على 4 شهود ولم تثبت حالة زنا واحدة من زمن رسول الله الى هذا الزمان ب4 شهود إلا واحد اعترف ولا واحدة اعترفت وخلاص لكن بشهود من يفعل هذا بالبجاحة اللي تؤدي إلى أنه يراه 4 من الناس يا ساتر إيه ده يا عم هذا يعني ماذا يا سيدي يعني ألا تنتظر من الدنيا خيرا بعدها لم يقل ويثبت الزنا قال إيه ويظهر إذن لو كان مخفيا لا المخفي ده بينك وبين مين بينك وبين ربنا لكن يظهر على رؤوس الأشهاد وتجد المرأة تتكلم في الأعضاء الجنسية على وسائل التواصل الاجتماعي ببجاحة يبقى فاضل إيه في الدنيا يا جماعة صلى الله الستر والسلامة إذا كم حاجة تحصل لو حصل الخلل 5 1 يظهر لا يرفع
العلم ويثبت. يعني ايه يثبت يا اخوانا؟ يعني يثبت يعني اذا دعوت الناس للعلم يقولون لا، لكن الان بفضل الله ندعو الناس للعلم يقولون اه ولا لا؟ اذن لا، ان شاء الله لا يثبت. يعني من علمته يتعلم. ثم قال ويظهر، ولم يقل ويحدث الزنا. يحدث يحدث، ما عندناش مشكلة، لأن هذا ذنب بين العبد وربه، والله مطلع على، وإن شاء الله تاب يتوب الله عليه، ولا لا يتوب عليه؟ يتوب عليه، إن تاب يتوب الله عليه، صحيح؟ لكن يظهر، يظهر يعني معناها رفع برقع الحياء، يعني ما فيش حد بيستحي من حد، خلاص المسألة بقت جابت من آخر يعني، يظهر الإيه؟ الزنا. ثم قال بعدها ماذا؟ ويشرب الخمر. وشرب الخمر ولا لم يشرب؟ شرب الخمر وسمي بغيره، بغير اسمه، المشروبات الروحية وما أدريش وما أعرفش كم حاجة دول يا أخوانا؟ أربعة. ثم قال أنس بن مالك في الحديث الذي بعده الحاجة رقم خمسة، وهي إيه؟ ها؟ ويكسر النساء. ليه بقى؟ يعني إيه يكسر النساء؟ معلش أنا هاخد نفس بس في الحتة دي، عشان أنا موجوع والله يا أخوانا، عشان أنا إيه؟ الستات ويقل الإيه؟ الرجالة. ليه يا عم؟ قال لك بعض العلماء قالوا أصله هتكسر الإيه؟ هتكسر الفتوحات، والمسلمين هينتصروا، وهيبقى فيه سبايا، ويبقى المجتمع المصري مليان من النساء اللي هم ايه، سبايا الحرب وكده، يبقى الستات تكتر. فابن حجر قال له لا، العب غيرها، الكلام ده مش مظبوط، مش هو ده. قال له طب ايه؟ طيب يكسر النساء ازاي؟ قال لك لان الحروب هتستغرق الرجال، فيفضل مين؟ الستات. يبقى فيه حروب وجهاد، والمسلمون هيجهدوا مش عارف ايه، فتكسر الستات ويقل الرجال. عشان ايه؟ عشان الحروب كانت ايه؟ الرجال. عشان الرجال ماتوا في ايه؟ كده كويس ولا لسه؟ قام ابن حجر قالوا برضو العب غيرها، مش هي دي. قالوا طب ازاي يعني يكسر قل الرجال؟ قالوا بقولك ايه، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يكسر صنف النساء ويقل صنف الرجال؟ هو سيدنا النبي قال كده؟ لا. امال قال ايه؟ يكسر النساء ويقل. بعض العلماء راح قال لك يكسر النساء كصفة ويقل الرجال كصفة، لم يقل يكسر النساء ويقل الذكور. أمال إيه؟ يكسر النساء كإيه؟ كصفة، ويقل الرجال كإيه؟ يعني مفيش، مفيش يا إخوانا. صليتوا على سيدنا النبي، أدي واحدة. طب سيدنا النبي قال حتى لا يكون لخمسين امرأة إلا قيم واحد، نفهمها ازاي دي يا مولانا ابن حجر؟ ما انا والله بروح اتعلم كده واقول لها بص بص. قال طب نفهمها ازاي ما دام هي صفة وكده؟ قال لك ايوه ايوه، لكثرة الجهل اللي قالها رقم واحد، اللي قالها رقم واحد، لكثرة الجهل يتزوج الرجل خمسين امرأة لا يعرف ان الله حرم عليه اكثر من اربعة. مكثرة الايه؟ والعجيب ان بلاء ابن حجر يقول ايه؟ وقد حصل هذا في زماننا في بلاد التركمان، وتزوج الرجل اكثر من اربعه جاهلا. وابن حجر ده كان في سنه كام؟ ابن حجر ده كان في القرن الثامن، الثامن الهجري، يعني بيننا وبينه حوالي 600 سنه. يقول من 600 سنه لما كثر الجهل راى الرجل انه يتزوج اكثر من اربعه ولا يعرف ان الله حرم عليه اكثر من ايه؟ اكثر من اربعه. طب الحكايه دي ليه مش موجوده في مصر والناس مش قادره تتجوز اكثر من اربعه؟ ايه هو قادر يتجوز اكثر من واحده عشان يتجوز اكثر من اربعه؟ لا ده موضوع ما بعيد عن، لكنه وجد في الارض بهذه الطريقه. يبقى يا جماعه الذي يكسر الذكور، اقصد النساء كصفه ولا النساء كجنس؟ كصفه. ويقل الرجال كذكور ولا كرجوله؟ لانه هل هناك فارق بين الرجوله والذكوره؟ ما كانش قال ربنا في القرآن من المؤمنين ومن دي يا جماعة؟ من تبعيضية، يعني بعض المؤمنين رجال، بعض الذكور كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل. نعمل ايه يعني؟ كل واحد يراجع نفسه. كم حاجة قالها سيدنا الإمام البخاري إذا حصل الخلل؟ كم واحدة؟ خمسة. يرفع الايه؟ تعالوا نقرأ حديث الصحيح كده عشان. قال باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصلوا عليه، قال إيه بقى حضرة النبي؟ إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. كم واحدة دول؟
أربعة. الخمسة جت في الحديث اللي بعده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. يعني إيه لا يحدثكم أحد بعدي؟ لو أنا مت مش هتلاقوا حد يقول لكم قال رسول الله، لأن أنا آخر واحد حي من اللي سمعوا. مين؟ من اللي سمعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة. أشراط الساعة يعني إيه؟ علامات الساعة. ما لها؟ أن يقل العلم. الحمد لله إنه هنا قال يقل وما قالش ينمحي، لا يقل، لكن ينتهي خالص لا. علم إيه؟ زي ما اتفقنا في الدرس من شوية، العلم الذي يربط القلب بمين؟ بالله تعالى. أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكسر النساء ويقل حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. أي علم يخف يا أحبابي؟ العلم الذي يضبط علاقة الإنسان بمن؟ بالله. أهو الإمام البخاري قاعد يحشد لنا الأحاديث في فضل العلم فضل العلم. أول ما يخلص كتاب العلم على طول هيروح رايح على كتاب اسمه كتاب الإيه؟ الوضوء. وهذا أول العلم. يعني اللي احنا قاعدين بقالنا سنة ده كله إيه؟ تجهيز للقلوب والعقول لأن تكتسب العلم. ليه الوضوء أول حاجة؟ لأنه هو ده أول الطريق لضبط العلاقة بين العبد ومين؟ وراح واخد كتاب الوضوء وجايب لنا فيه يجي 30-40 حديث ومواقف وفقه وعلم بحقه حقيقي. بس بعد ما جهز قلوبنا حوالي كده 3 كتب وهو بيقول يا جماعة بقى الوحي بدأ لرسول الله والإيمان يا جماعة كذا، والعلم حلو، والله العلم حلو، وإلا فالعلم سيرفع ويظهر الجهل ويكسر، وإلا 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 العلم إيه؟ طب إيه أول علم عايزنا نتعلمه يا مولانا البخاري؟ قال كتاب الإيه؟ الوضوء. ومن عجب أن علم الوضوء قد رفع أيضا أو رفع كثير منه عند كثير من الناس. لذلك من يتابع صحيح البخاري سيصل إلى مرتبة يعود فيها إلى الجهل أم يثبت الجهل؟ يثبت ولا لا يثبت؟ إن شاء الله لا لا يثبت. كان هذا ما أردنا أن نقوله في درس الليلة من صحيح أبي عبد الله البخاري. ونحن بإذن الله تعالى على موعد يوم الأربعاء القادم لنرى الرحلة ونواصلها مع صحيح أبي عبد الله البخاري. ولكن ليتفقد كل واحد منا قلبه ألا يغيب عنه الخشية عن الله سبحانه وتعالى، الخشية من الله. أسأل الله أن يرزق قلوبنا خشيته، أسأل الله تعالى أن يرزق قلوبنا خشيته وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تجعلنا من المجترئين على معصيتك، اللهم لا تجعلنا من المجترئين على معصيتك، ولا تجعلنا من الكسالى إلى طاعتك. اللهم اجعلنا من المسارعين إلى مرضاتك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. شكرا جدا، أشوف حضراتكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.